اليوم، لك شفتوا شو صار فيهم؟ فاتوا بالحيط بزعلوا. خرجن هني غشيمين، ليش في حدا بغار من بيو؟ ولك عادي حبيبتي، هو الرجال لما بغار ما بقى يشوف قدامه، بصيروا كل الناس اعدائه. طب يعني هلا شو بدنا نعمل؟ ما بدي، انا ما بحب هي الحركات، زعلت عليهم كثير. قوموا قوموا خلونا نصالحهم يلا. ولك عادي حبيبتي، تقلي لك شوي يا عمري انت وحياتك ليجوا هنين والزحف كمان. شباب، بعد الولدنة اللي عملها بيو لسيزار اليوم، أنا قررت إنه نعمل ميثاق شرف لقعدتنا هون بالمزرعة. شو هو حمورابي؟ تحديد وقت الزيارات، ممنوع أي زيارة إلا من 12 للتنتين. إيه لا، بيكون أول فئتهم ولابسين لبس نوم. إيه صح، من التنتين للأربعة. بيكونوا على المسبح ولابسين لبس مسبح. طب من الأربعة للستة. بيكونوا عم يتغدوا. من الستة للثمانية. بيكونوا عم يجهزوا حالهم للسهرة. خاب 8 للعشرة. بلكي شي وحدة منهم إجت على بكير. من العشرة 12. وعد قلوب من الرسم. 12 تنتين. لا هيك بيكون تأخر الوقت كتير. لذلك ممنوع الزيارات حتى إشعار الآخر. تصويت موافق. 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 أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. وحياة أختي وعرض أمي. وحياة أختي وعرض أمي. وشيبة أمي. بلا سيرة الأبهات. ما منستسلم. ما منستسلم. ما منصالح. ما منصالح. ما منساوم. ما منساوم. والتل صنعة. والتل صنعة. ويلعن أبويا اللي بغش. ويلعن أبويا اللي بغش. شباب أنا قايم على الحمام. خذني معك. وأنا خذوني معكم. عليك الفترة الماضية، بس انت بتعرفي شقد كنت مهموم يعني، وانا بس الهم بعصب. ولا يهمك تقبرني، وانا كتير آسفة لاني مثلك. ياسمين انا بعتذر منك كتير لانه ما قدرت طبقك لهلا، وهذا كونه عندك معجبين كتير، بس بوعدك اني رح جيبك عالفي وارجيك الشاب الخطي. ولا يهمك حياتي، وانا كمان بعدك انه طلع عيونك. مايا انا اسف. على شو؟ ما بعرف، بس شفت الشباب عم يعتذروا قلت اعتذر بالمعية. الله يلعنه للزمن اللي رماني لحب واحد اسباني. لا مو معقول. شو هو المو معقول؟ بده رقم تليفوني. وأخيراً عبر راسك شيء معجب؟ يي عبيرين؟ شو أعمل؟
مين هذا ترن 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 جورج أرداحي يعني ما نصير ربع مليون؟ لا يمكن مصطفى الأغا والحلم صار بإيده. استنوا رح رد. ألو؟ أهلين قصاص حتحوت؟ أهلا وسهلا. لكان أنا بعشق الدراما. تمثيل؟ يعني ما بعرف بخاف. إيه أكيد نحن أخذين مزرعة وقاعدين فيها. إيه سجل عندك. منطقة حراء بإصبعه، مفرع عصعوش شاكرية، بعد صيدلية بوس الواوا، أول مزرعة. ميت أهلا وسهلا. يا أهلين الله معك، مع السلامة. هي بنات ما بتتخيلوا شو صار. شو صار فهمينا. أنا حاكاني أصلاً المخرج حتحوت اللبن يلي عمل مسلسل فوق السرير. فوق السرير؟ لو بدنا نجيب تيار على اسم بالله ليكون معرض على المشفر بس. لا هذا ما انعرض بنوب لأنه كان السرير عم بيهز. المهم لك اسمعوني، هديك السنة عمل مسلسل كتير مشهور، معقول ما شفته؟ اسمه عرض أزياء. آه عرفته عرفته، هذا يلي كان ستيلن بعقد، بس سمعت إنه المسلسل كان فاشل. هذا هو. هلا المهم نحن شو راح نستفاد من هالسيرة كلها؟ ها ها هلا انا مره حضرت فيلم عجبني كثير، قام نزلت شرح عندي على الفيسبوك عنه، قام هو شكله فايت وقارية وعجبه كثير، قام راح ضافني وصار يراسلني. اسمع رامي صار يقول لي انه قديشني انا حلوه وفوتوجونيك وانه يعني بيلبق لي التمثيل. صدقتي؟ عن جد الله بيطعمي الحلاوه للي ماله دراس. بالله؟ ليش انا يعني متعطله عليه؟ ليك حبيبي انا في عندي 3212 معجب، بس انا هيك ما بحب الا واحد هيرو. كونه بتحبي واحد هيرو، شو عجبك بسط لرامي؟ ما لقيت هيرو، بس انا شو قلت لحالي بحب واحد هيرو لانه بيجي على الشمال اقرب على بعض. هلق عيني فهمنا انك حلوه وبتجنني وانتي احلى منا لدانا جبر، بس نحن شو لنا علاقه بهذا الحكي كلياته؟ لك ما هو لما حكاني وقلت له انه نحن عايشين بالمزرعه حب يجي يشوفها، قال لحاله بركي بيصور هون العمل تبعه الجديد وبياخذنا نحن بطوله معه. العمى كان صحيح، وأخيراً رح أخلص من سعيد واليوتيوب وفوت الدراما من أوسع أبوابها. شو ليلة الذوق هاي؟ هاي مرحباً. أهلاً. أنا الأستاذ حتحوت اللبن. عن جد؟ إي نعم، أنا امبارح اتصلت فيكي مشان نشوف الفيلا. يا اهلين وسهلين، تفضل استاذي. اهلا وسهلا نورتنا، تفضل يا اهلي. هي منيحة على المزرعة، خرجي بتاخذ منها كذا لوكيشي. شو ها؟ الو. ايوه. شلون؟ شلون يعني مو جايين؟ شوف حبيبي انا شو هاد؟ لك انا شو دخلني بالمسلسل؟ داخل حطيبه؟ ليك انا بدي صور، يعني بدي صور، فهمت؟ سلام. انتاج؟ نعم استاذ حوت. خذ لي هدول وجهزهم مشان مشاهد، يلا روحوا. انتاج؟ لك انا حتحوت اللبان، انا ما حدا بيميل ذراعي. جهزوا حالكم، امشي وراي. افتح. اليوم ما هو مثل باقي الايام، اليوم يوم تاريخي. انا الكل بالكل هون، انا شنو؟ ما سمعت؟ والله والله اللي ما يرد علي لا عرفش بطنه من مكان يكون. تسمعون؟ أنا والله ما نزايبكم مشان نتفرج عليكم وعملكم صمديات هون وهون وهون. لا لا عندنا شغل شغل. هلا أي كلمة أقولها تقولون حاضر معلم. شنو؟ حاضر معلم. ما سمعت؟ حاضر معلم. ودنا نبلش. أما الأصوات تعي جاي تعي جاي. بس أغمزج تطلعين بالكاميرا تجقرين بيها جقر جقر جقر، تعرفين ليش؟ مشان نعيد المشهد. مثقال افرد افرد جوان، اسحب انفخ. هاجة هاني شنو؟ معلم. الكل بالكل. هاني شنو؟
أني شنو؟ يا عادة को झुका के रख ले गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले فريد خان بس الله يوفقك دلعني شريخه رميتاب شكرا بونتي جقر من قرهي وعيون السواهي فيك نادي لي رميتاب اهلا وسهلا سيزار كابور من القامش لحد الخابور والنعم فرح كابور ما بقربوا لسيزار بس هي عشيرة كبور كبيرة كتير ما شاء الله اسمع عنهم أكيد وأنا بقى ما يباتشا إحنا جاهزين أستاذ يلا جهزوا حالكم على السريع تعرفوا شو لازم تعملوا معنا لكن شو بدك شو بدك أعطينا الأكشن ورح تحسنا مواليد نيو دلهي يلا شرفة يلا أكشن ليش لم لي ناهي ناهي مرتبطة هي ولا سنجلي هي سنجلي هي أنا قلبي فاضي هي ممكن يرتبط فيك أنت وهاي هي أنت هي ورفيقك هي واللي بشد على إيدك هي 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 أنت ما بتعرفي أنا أبن مني هي الوهي الوهي على أبوك هي وعليك هي ضو القمر يا محل السهر تحت ضو القمر لك الصوت لك بلاك طول بالك تاخذ انت مو حبيبتي هي انت اختي هي انا اللي سرقت له مرته لرامي وبدي اضحك عليها واخذ دابات